لها. بنحييكم من مدينة السلام، أرض السلام، أرض الفيروز، مدينة شرم الشيخ. بالفعل كما قلت في الخبر ستنطلق بعد قليل فعاليات سباق تور دي فرانس، أشهر فعاليات سباق الدراجات في فرنسا وأوروبا، الذي أنشئ عام 1903. يعني أول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا تور دي فرانس يعقد في منطقة الشرق الأوسط. وقع الاختيار على مصر لتكون يعني مدينة شرم الشيخ، هذه المدينة الجميلة، هي نقطة الانطلاق للماراثون، ماراثون الدراجات لتور دي فرانس. احنا الآن قدام متحف شرم الشيخ، وكما ترينا من خلفي يعني الكل على كافة الاستعدادات، أيضا القنصل العام لفرنسا متواجد هنا، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء سيكون هنا أيضا لإعطاء إشارة البدء للماراثون. يعني سيتجه من هنا إلى أيقونة السلام في ميدان السلام، ثم سيتجه إلى مدينة دهب، أحد أجمل وأروع المدن السياحية هنا في جنوب سيناء. سيستمر على يعني 170 كيلو متر على مدار 10 ساعات، سيقطعها المتسابقون في هذا السباق من شرم الشيخ إلى دهب ثم العودة مرة أخرى. الكل هنا يعني متحفز ولديه سعادة كبيرة بالاشتراك في هذا السباق. يشارك في السباق ما يقرب من 300 فرد، جاءوا من أكثر من 20 دولة حول العالم للمشاركة في تور دي فرانس. يعني بالفعل وصل في هذه اللحظة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لإعطاء شارة البدء لتور دي فرانس الذي يعقد وينفذ لأول مرة على أرض مصر، لأول مرة في إفريقيا، لأول مرة في الشرق الأوسط. خليني أقول لك إن هذا السباق هو سباق مخصص للمحترفين، لكن هنا في شرم الشيخ لتبتو دور دو فرانس يعني عمل على أربع مراحل. في مرحلة منهم مخصصة 6 كيلو للعائلات والأطفال، الهدف منها هو نشر رسالة تتعلق بضرورة المشاركة في الأنشطة الرياضية من أجل الصحة البدنية، من أجل يعني حياة أفضل. أيضا الماراثون بيهدف إلى الترويج للسياحة في جنوب سيناء وشرم الشيخ ومدينة دهب اللي بتشتهر بأجمل أماكن الغوص في مصر والعالم أجمع. يعني دهب يعني اسم على مسمى من أجمل المناطق السياحية. يعني خليني أخذ كلمة من سيادة المحافظ قبل ما نبدأ، يعني اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، النهاردة تور دي فرانس أول مرة في مصر، أول مرة في الشرق الأوسط وأفريقيا. مظبوط، في الحقيقة النهاردة حدث يعتبر من الأحداث الرياضية الكبيرة. المهرجان ده بيتم في باريس كل سنة، النهاردة بقى جاي بيتم عندنا. إن شاء الله احنا هنبدأ المرحلة الأولى اللي هي 170 كيلو، هيقوم بها 200 متسابق، وإن شاء الله احنا على مدار اليوم في عندنا 60 كيلو، وبعدين في عندنا 40، وبعدين في عندنا 6. ففي الحقيقة يعني عرس كبير وحاجة دعاية جميلة للمدينة، والمدينة دهب جاهزة. دهب أجمل مناطق شرم الشيخ، أجمل مناطق الغور. طبعا جهب، طبعا احنا شغالين دلوقتي واشتغلت، واحنا كنا عادين عليها أول امبارح، والحالة يعني تمام، والناس سعيدة هناك، كله شغال في اتجاهه، مفيش في أي مشكلة. الأجمل كمان إن كان عندنا دورة رئيس الوزراء بالأمس، قام بزيارة كاترين وطابة ونويبع، وتعتبر زيارة تاريخية. سيادته مغادر 9:30 مساء، عايز اقول يعني زيارة تاريخية، وندل على شيء يدل على اهتمام الدولة بالمحافظة، واهتمام الدولة بالمدن الحدودية والسياحة ايضا. كل دوت احنا بنعيش عصر ذهبي في مصر.
الحمد لله. كابتن المحافظ امبارح قنصل فرنسا كان بيقول، والمنظمون للحفلة أكدوا إن البنية الأساسية المتميزة لشرم الشيخ كانت دافع أساسي لأن هم ييجوا هنا شرم الشيخ ويعملوا السباق. عشان كده بقول لك أنا بعلن قدام العالم كله شرم الشيخ جاهزة لإقامة أي فعالية عالمية. يعني نلتقي بحضرتك بعد طشرة البدء إن شاء الله، يعني نستعد الآن أعزائي المشاهدين لطشرة البدء لسباق تور دي فرانس من شرم الشيخ لدهب، قاطعين مسافة 170 كيلومتر. يعني أسيب الكاميرا معاكم لنشاهد الآن الاستعداد الجميع، استعداد لإعطاء إشارة البدء لماراثون تور دو فرانس هنا من مدينة شرم الشيخ من أمام متحف شرم الشيخ متجها إلى ميدان السلام وأيقونة السلام ثم متجها إلى مدينة دهب. كنت بالأمس كنت قد أجريت لقاء مع القنصل العام لفرنسا لدى مصر وأشاد بمستوى شرم الشيخ والسياحة في شرم الشيخ وما تقدمه شرم الشيخ للسائحين سواء الفرنسيين أو الأوروبيين بصفة عامة، وقال هي مدينة السلام، هي مدينة الأمن. يعني قال نحن سعداء جدا أن تور دو فرانس لما فكر يخرج برا فرنسا وأوروبا جه لمصر وبالتحديد مدينة شرم الشيخ أول مدينة خضراء في مصر. يعني الكل هنا مستعد بالفعل ولديه الحماس والإصرار على خوض هذه التجربة الفريدة. كنت قد أجريت أيضا مجموعة من اللقاءات مع عدد من المشاركين في السباق، يعني هم أشادوا أن بالجبال هنا، يعني قالوا أن السباق دايما لما بيكون في فرنسا أجمل حاجة فيه أنه بيكون وسط، يعني في مراحل بتكون وسط الجبال، هنا أيضا في شرم الشيخ من شرم الشيخ لدهب في مراحل كتير هيكون وسط الجبال. قالوا كمان أن شرم الشيخ اللي بيميزها وجود يعني المرتفعات، وجود أماكن للعجل، أماكن لسير العجل، بيقولوا من ضمن الحاجات اللي ميزت شرم الشيخ أن ليها متوفر هنا كل الفاسيلتيز، كل الإمكانيات متوفرة لإقامة سباق زي سباق العجل. خليني أقول لك أيضا أن عدد كبير جدا من وكالات الأنباء والصحف الأوروبية جاءت لنقل هذا الحدث هنا تور دو فرانس من شرم الشيخ. الكل أشاد بمستوى الاستعدادات ومستوى التجهيزات اللي قدمتها محافظة جنوب سيناء لتور دو فرانس والمسابقين في تور دو فرانس. الكل أشاد أيضا بمستوى التأمين، سواء من وزارة الداخلية اللي بتأمن السباق، وزارة الصحة والإسعاف، نقط إسعاف متواصلة على الطريق، التغطيات الإعلامية والصحفية لتور دو فرانس. يعني في الحقيقة الكل أشاد بما تقدمه مصر، وقالوا إحنا يعني عايزين نيجي مرات ومرات للمشاركة في السباق. هي دقائق قليلة وسينطلق سباق تور دو فرانس من شرم الشيخ إلى مدينة دهب. مدينة دهب أحد ثاني أجمل المدن السياحية هنا في جنوب سيناء. مدينة دهب بها أجمل وأروع مناطق الغوص بجنوب سيناء. إذا أردت أن تتحدث عن الهدوء وعن الجمال وعن الاستقرار، يعني نتحدث عن دهب. دهب فيها مميزات مختلفة، يعني نقول كل مدينة هنا في جنوب سيناء لها مذاقها الخاص. يعني شرم الشيخ يعني اللي بيحب مثلا يخرج بالليل بيحب الفسح، أيضا الغوص، السفاري، لكن دهب ليها مذاق تاني، مذاق مختلف تماما. من أجمل المناطق الغوص في العالم هتلاقيها في مدينة دهب. أجمل سهرات السفاري هتلاقيها في مدينة دهب. مدينة دهب من ثاني أجمل المدن السياحية هنا في شرم الشيخ. الكل لديه الحماس، الكل لديه الإصرار. إحنا لسه في انتظار إعطاء إشارة البدء لماراثون دراجات تور دو فرانس لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط. هم الآن الاستعداد خلاص الدقائق الأخيرة لانطلاق تور دو فرانس هنا من مدينة شرم الشيخ. 400 مشارك
من أكثر من 20 دولة من مختلف دول العالم جاءوا لمدينة شرم الشيخ للمشاركة في ماراثون الدراجات تور دو فرانس. المهرجان سيعطي إشارة البدء اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وقنصل فرنسا العام لدى مصر، إضافة عدد كبير جدا من أبناء محافظة جنوب سيناء جاءوا من الساعات الأولى للصباح لمشاهدة السباق. وكالات الأنباء كما قلت، وكالات الأنباء الفرنسية والعالمية وقناة التلفزيون المختلفة جاءت لمشاهدة ونقل فعاليات سباق الدراجات هنا من مدينة شرم الشيخ، مدينة السلام. يعني الكل على أتم الاستعداد لانطلاق الماراثون الدراجات. 170 كيلومتر سيقطعها المتسابقون من شرم الشيخ إلى دهب، 10 ساعات، 5 ساعات في الاتجاه من شرم الشيخ لدهب ومن دهب لشرم الشيخ، 10 ساعات متواصلة الماراثون. يعني هو عدد كبير جدا، لكن هو يعني للمحترفين. يعني ننتظر يعني مجرد دقائق سينطلق المهرجان. كما قلت الكل هنا يعني لديه الإصرار والحماس على إنجاح هذا المهرجان. مصر، محافظة جنوب سيناء، وفرت كل الإمكانيات لإنجاح هذا المهرجان، سواء تأمين، سواء إمكانيات طبية، سواء يعني دعني أقول الإمكانيات هنا كله على كافة الاستعدادات لانطلاق هذا المهرجان. أيضا أشادوا بمطار شرم الشيخ وما وجدوه من تسهيلات في مطار شرم الشيخ، أشادوا بالإقامات في الفنادق ومستوى فنادق شرم الشيخ. قالوا أن مدينة شرم الشيخ هي المدينة المثالية من أجل إطلاق تور دو فرانس. سينطلق حالا المهرجان. سيعطي الآن اللواء خالد فودة يرافقه القنصل العام لدى فرنسا إشارة البدء إطلاق المهرجان. That's what we like to see. Lit up Egypt is in full vibe. About to create history. First ever Lit up Egypt by Tour de France stage. Right here in beautiful Sharm el Sheikh. نعم. العديد من أبناء مدينة شرم الشيخ جاءوا منذ الصباح الباكر لمشاهدة الماراثون. الماراثون سينطلق بعد دقائق قليلة جدا. يعني هو حدث رياضي فريد، يعني أول مرة بيخرج هذا الحدث خارج فرنسا وخارج أوروبا. طبعا هي مسافة كبيرة جدا، 170 كيلومتر من شرم الشيخ لدهب، مسافة مش قليلة. 170 كيلومتر، 10 ساعات، بتحتاج طبعا المسافات الطويلة دي العديد من التجهيزات. لكن يعني الحمد لله المحافظة بالتعاون أيضا مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للدراجات قدموا كافة التسهيلات من أجل إنجاح هذا الماراثون. يعني نقاط متعددة على طول الطريق، نقاط إسعاف في حال حدوث أي مشكلة، الداخلية تأمين كامل للمهرجان طوال المسافة من شرم الشيخ إلى مدينة دهب. في نقاط أيضا يعني تغذية، الشرب، يعني أي احتياجات متوفرة في نقاط على طول الطريق. هيصاحبهم طبعا من هنا لمدينة شرم الشيخ كاميرات التلفزيون العالمية التي جاءت خصيصا من أوروبا، من فرنسا وأوروبا، لنقل فعاليات هذا الحدث الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط لأول مرة. ماراثون الدراجات تور دو فرانس أو سباق الدراجات تور دو فرانس بدأ عام 1903 وقدر إن هو ينجح، بيستمر على مدار 3 أسابيع داخل مختلف المدن الفرنسية. ولما بيكون تور دو فرانس بيعدي على المدن الفرنسية، المدن اللي بيعدي عليها بتخرج العائلات بتحيي المتسابقين، بتطفي عليهم حالة من الفرح. هو هدفه بجانب إن هو هدف رياضي، هدفه إن هو يشجع الناس على الصحة
الصحة البدنية على السياحة للعديد من الأهداف. يعني بعد العديد من السنوات تور دو فرانس قرر أن نفس الفكرة والهدف تخرج خارج فرنسا وتنتشر في أوروبا. فتور دو فرانس يعني انتشر، عمل العديد من الدورات في هولندا، في بلجيكا، في ألمانيا، ونال نفس الإعجاب من كل دولة كان بيمر عليها. هو يعني التور دو فرانس تم تنظيمه في أوروبا، تم تنظيمه في أمريكا، لكن تور دو فرانس لم يأتي إلى منطقة الشرق الأوسط، ودي أول مرة هنا عندنا في مصر قرر يجي لمنطقة الشرق الأوسط، واختار مدينة شرم الشيخ مدينة السحر والجمال لإطلاق فعاليات المهرجان. احنا في انتظار بس اعطاء اشارة البدء من سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والقنصل العام لدى فرنسا لاطلاق اشارة البدء للسباق. الكل هنا على اتم الاستعداد، ايضا الجمهور جاءوا من الصباح الباكر لاطلاق المهرجان واطلاق اشارة البدء للمهرجان، يعني حالة حماس عزيمة، الكل على أتم استعداد حاليا لإطلاق المهرجان. دقائق معدودة وهيطلق مهرجان سباق تور دو فرانس هنا من مدينة شرم الشيخ. ثلاثمائة متسابق من أكثر من عشرين دولة جاءوا لمدينة شرم الشيخ للمشاركة في مهرجان تور دو فرانس، للمهرجان للمشاركة في مهرجان تور دو فرانس من شرم الشيخ إلى مدينة دهب. كما قلت أربع مراحل للمهرجان، أول مرحلة 170 كيلومتر، أقصر مرحلة ستكون 6 كيلومتر، دي مخصصة للعائلات والأطفال، مخصصة للعائلات والأطفال للمشاركة. يعني دقائق بالفعل وسينطلق مهرجان تور دو فرانس هنا من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة دهب، ثاني أجمل مدن سياحية هنا بمحافظة جنوب سيناء. الكل هنا أشاد بمستوى التنظيم، بمستوى التجهيزات، أشادوا باستعدادات البنية الأساسية هنا في مدينة شرم الشيخ لاستقبال مثل هذه السباقات. أيضا اللواء خالد فودة كنت قد أجريت معاه لقاء منذ دقائق، وقال أن معالي رئيس الوزراء كان في زيارة هنا بالأمس لمختلف مدن محافظة جنوب سيناء لتفقد الأوضاع. يعني احنا عارفين أن كمان يومين أكثر يعني نستعد لمؤتمر آخر سيبدأ الآن المنتخب. Let's go. We are making a history. History is here. Ici, c'est l'histoire. التاريخ هنا في شرم الشيخ. Let's go. The first ever Letap Egypt 170 كيلومتر race. We're about to kick start. يعطي الآن اللواء خالد فودة وقنصل عام لفرنسا إشارة البدء لبدء ماراثون سباق تور دو فرانس من مدينة شرم الشيخ إلى دهب. 6 5 4 3 2 1 Let up Egypt! Let's go! Enjoy your race. Take care of each other. Enjoy the beauty of Sinai. Enjoy the beauty of شرم الشيخ. Enjoy the beauty of Letap Egypt by Tour de France. Have a safe ride, everyone. يعني بالفعل انطلق منذ دقائق ماراثون شرم الشيخ
هنا من مدينة شرم الشيخ متوجهة